Mesela de şey hadi Nemtu mesela bu kadar Almanya ne yapıyor farklı Almanya ne yapıyor? Flensburg. هل أنت سنة؟ لا سنة في الدكتوراه هناك. سنة واحدة. مرحبا بك. مرحبا بك. الأحمر ما هو تعليقك عن مشاركتك هنا بالبطولة الإفريقية؟ أي كيف كان التنظيم؟ أنا ما عنديش جواب. كيف كان التنظيم؟ كيف كان؟ كيف جاء لك التنظيم؟ كل حاجة كويسة الحمد لله. احنا الفيفا بصينا احنا يمكن فيفا انسحبت حوالي فرقتين معانا في المجموعة, فده ممكن إلى حد ما يأثر علينا بطريقة مش كويسة. إن أنت المفروض كنت هتلعب أربع فرق في المجموعة, والحاجة زي كده هتضررك لحد ما توصل لدور الثمانية والسيمي فاينل. بس إن شاء الله احنا كلنا بنتمرن ومركزين مركزين إن شاء الله إن احنا نحاول ناخد البطولة. ما هو طموحكم في البطولة الإفريقية؟ لسه إن شاء الله ربنا يكرمنا